اسمع العياد، صراحة أول مرة لعبت فيها الكورة كانت يمكن سادس ابتدائي، ما كنت متخيل إن أنا أروح نادي، ما كنت متخيل إن أروح ابتعاث، صراحة إحساس مرة ما يوصف، ما كنت متخيل إنه الاستدعاء يجيني في يوم على الأشياء الحلوة اللي هنا، الاحترافية العالية صراحة، يعني شيء مرة مرة حلو ومحسودين عليها الفرصة صراحة. صراحة من سادس ابتدائي في أخويا كان يلعب في نادي، شجعني إن أنا أروح في نادي وأبدأ مسيرتي في الكورة، عندي موهبة واشتغل عليها معايا مع دعم أكيد مع أمي وأبويا وأخواني، دعموني إني أنا أقدم أفضل مستويات وإني أنا أمثل المنتخب كمان أروح. صراحة هي مباراة، صراحة مباراة سبورت دي لشبونة، مباراة صعبة، أجواء صعبة، كل أشياء كلها سلبية علينا، بس قد الحمد لله إن هزمنا إحنا تقريبا فرق هدفين. أكيد والله وحشاني أهلي أمي وأبويا وأخواني مع أصحابي أكيد، بس كلهم حاطين ثقتهم فيي ان شاء الله اني اوصل بعيد، وهذا الشيء يفرحهم ويسعدهم اني انا واصل بعيد واني احقق افضل انجازات. حلمي صراحه الاحتراف بره المملكه، رايه المملكه بره الوطن. ثقوا فيي، حطوا ثقتكم فيي ان شاء الله، ولا تنسوني من الدعاء، والدعاء عليكم والعمل علي وما عليكم ان شاء الله.